وما بني في السنوات الماضية كله انتهى؟ اليوم النظرة مختلفة؟ انتهى من أي ناحية يعني كيف؟ بمعنى على الأرض، البعض يقول هذا كل عملية السلام التي وقعتها منظمة التحرير انتهت اليوم في الإدراج، لا يمكن أن تعيش في الظروف الراهنة. صحيح. إذن فالسلطة الفلسطينية انتهت وعليها أن تحل نفسها، تتفق؟ هلا يعني بطل في عندي السلطة الوطنية ردع، كان في ردع شيء معين سياسي اجتماعي، الآن ما في ولا دولة عربية عندها الردع اللي كان موجود اللي تستطيع إنها تغير قرار إسرائيل تتعامل معه الآن كله. وأنا بدي أحكي جملة الله أعلم كيف ستستقبل، بس اللي الردع اللي بده عم بيحمي القدس مش السلطة. من يردع اليوم من الاحتلال؟ غزة هي من يردع الاحتلال اليوم عن هي القدس، هي عندها الردع، هي لديها قوة ردع. طب اليوم في هذا الإطار كله